حبايبي الحلوين، انا مروه رجعت لكم تاني النهارده بكتاب جميل خالص، انا متاكده انه هيعجبكم جدا. يلا نبدا مع بعض. يلا، الكتاب اسمه Good Night Moon، تصبح على خير يا قمر. شايفين القمر؟ مون القمر. في الأوضة الكبيرة الخضراء كان في تليفون، وكان في بالونة حمراء. شايفين الأوضة الخضراء؟ أخضر، جرين. في الأوضة الخضراء كان في تليفون، وكان في بالونة حمراء، أحمر، ريد. وكان في صورة ليه. شوف الصور دول فيهم ايه؟ بقرة بتنط فوق القمر. وكان في صورة تانية لتلت دببة قاعدين على تلت كراسي، واحد اتنين تلاتة، 3 bears قاعدين على واحد اتنين تلاتة، تلت كراسي، 3 chairs. وكان في قطتين، قطة وقطة. وكان في جوانتيات أو قفازات. Do you see those mittens؟ جوانتي أو قفاز. وكان في بيت الدمية أو بيت العروسة. وكان في فار صغنن عمال يلعب. شايفين الفار؟ ماوس، فار. وكان في مشط، وكان في فرشة، وكان في طبق أكل. وكان في جدتي اللي كانت بتقول الجدة عايزانا نوطي صوتنا علشان it's bedtime، وقت النوم. تصبحي على خير يا أوضة. كل اللي في الأوضة بيستعدوا للنوم. أوضة يعني غرفة، يعني الروم. تصبح على خير يا قمر. تصبحي على خير يا بقرة. تصبح على خير يا نور. تصبحي على خير يا بالونة. تصبحوا على خير يا دببة. وتصبحوا على خير يا كراسي. كل حاجة في الأوضة بتستعد للنوم. تصبحي على خير يا قطط يا صغيرين. وتصبحوا على خير يا جوانتيات أو قفازات. تصبحوا على خير يا ساعات. هي ساعة وهي ساعة تانية، الساعة اللي بنعرف بيها الوقت، clocks. تصبحوا على خير يا socks. socks يعني جوارب أو كلسات أو شرابات. تصبحوا على خير. تصبحي على خير يا بيت الدمية. وتصبح على خير يا فار يا صغنن. ده وقت النوم. تصبح على خير يا مشط. تصبحي على خير يا فرشة. تصبح على خير يا
مين اللي في الورقة هنا؟ مين في البيج؟ Nobody. تصبح على خير يا ولا حد. تصبح على خير يا طبق الأكل. تصبحي على خير يا جدتي يا حبيبتي ياللي كنتي بتقولي تصبحوا على خير يا نجوم. نجمة ونجمة 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 نجوم ستارز. تصبح على خير يا هوا. Good night air. هوا. Everyone, everything are going to sleep. كله حينام. النجوم والهوا. تصبح على خير يا كل الأصوات اللي حواليا. No more noises. Good night. تصبح على خير يا قمر. بصوا القطتين ناموا والأرنب نام والشربات نامت والبالون نامت كله نام. Night night. تصبحوا على خير. أتمنى أن الكتاب يكون عجبكم وهرجع لكم تاني بكتاب جميل إن شاء الله. مع السلامة.